لم يكن ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. في ظل التزايد المستمر لحالات الإصابة بكوفيد 19 في مدينة طنجة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب أصدر بيانا وضح فيه أن منح تراخيص التنقل خارج المدينة والتي تسلمها المقاولات لمستخدميها يبقى مشروطا بالأسباب المهنية الصرفة وليس مرتبطا بقضاء عطلة العيد. الروبورتاج للصديق بن زينة وفريد غيتو. يقول توضيح صادر عصر اليوم عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطنجة إنه تبع للبلاغ الصادر صباح اليوم حول الحد من التنقلات خارج مدينة طنجة خلال فترة عيد الأضحى، فإن الاتحاد يحرص على التذكير بالشروط التي دخلت حيز التنفيذ في 21 من شهر يونيو الماضي والخاصة بمدن وأقاليم المنطقة 2، وهي نفس الشروط التي ما تزال سارية المفعول يقول التوضيح، حيث أن التنقلات المهنية لا ترخص إلا بأمر بمهمة مسلمة من لدن الشركات، وأن أي تراخيص أخرى غير هذه فهي من اختصاص السلطات المحلية. الحقيقة هو احنا في منطقة جوج باش نخرجوا من طنجة خصنا رخصة، رخصة كتعطى لأسباب مهنية أو صحية أو أسباب أخرى، فما كاينش تغير كاش توضيح، لان التوضيح من ناحيه لورد دو ميسيون اللي كتعطى من ناحيه اغراض مهنيه، ما تعطاوش لي زورد دو ميسيون لاغراض شخصيه، هذا هو التوضيح. ما يمكنش نعطي لورد دو ميسيون الخدامة الشركة باش يمشيو بحالهم. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع طنجة طوان الحسيمة أصدر صباح اليوم بلاغا أكد فيه أنه تم إخبار الفاعلين الاقتصاديين بأن التنقلات خارج مدينة طنجة خلال فترة العيد ممنوعة، وأنه يمنع تسليم رخص للتنقل المهني قبل أن تصدر نفس الهيئة عصر اليوم توضيحا لما جاء في البلاغ بأن التنقلات المهنية لا ترخص إلا في إطار أمر بمهمة أي لأسباب مهنية صرفة. اليوم جيت للمحطة باش نسافر ما خلاونيش. الشركة عطيني اتيزاسيون ومني جيت لهنا قال لك هذا ما مقبولش. دابا راه رجعوني يعني واقف هنا ما جبرتش باش نسافر ما جبرتش باش نركب. بغيت نسافر. نهبط الفاس وقالوا لي لوتوريزاسيون ما منين نجيب هذه لوتوريزاسيون قالوا لي سير البشوية. ما عرفتش من ارتباك واضح إذن في حركية التنقل خارج طنجة على مستوى محطة القطارات ومحطة النقل الطرقي، وأسئلة عديدة يطرحها الراغبون في التنقل خارج طنجة من أجل قضاء عطلة العيد. يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه الجهة ارتفاعا متزايدا في أعداد المصابين بعدوى كوفيد-19. يحدث هذا في طنجة بينما الحصيلة الوبائية هناك خلال 24 ساعة الأخيرة تشير إلى تسجيل 110 من الحالات من بين 300 حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد سجلتها المملكة، فيما حالات الشفاء وصلت إلى 236 حالة مع 7 حالات وفاة. والمخاوف تزداد مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية من انتشار الفيروس بسبب الاختلاط العائلي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر وارتداء الكمامات أصبح أمرا إلزاميا لإنقاذ حياة الآخرين. ضمن روبورتاج حسن الحمادي شهادات في هذا السياق لصحفيين ومواطنين. هل فعلا صور الموت القادمة من قاعات الإنعاش وصور معاناة المصابين بفيروس كورونا تؤثر فينا وتصدم الانفعال الجماعي؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحليلا نفسيا معمقا، بينما الواقع يقول شيئا آخر. فلماذا هذا الاستهتار الممنهج من الوباء القاتل؟ خصنا نواجهوا اللي كيروجوا بعد مغالطات. كاين اللي كيقول كورونا ما بقاش، كاين اللي كيقول كورونا ما كايناش، كاين اللي كيقول لك حنا ما كيقضي فينا والو، للاسف هذا. ثانيا هناك من يروجوا بعض الافكار اللي مرتبطه بالدين، كيقول لك واللي بغاها الله هي اللي كاينه، صحيح، ولكن ثاني كتنساش كتقول بان ولا تعرضوا انفسكم للتهلكه، لان خصنا نكون مسؤولين في السلوك ديالنا. نتذكر جميعا 2 مارس الماضي عندما سجل المغرب اول حاله اصابه بكورونا لمواطن مغربي مقيم بايطاليا. عاينا كيف تقاطر المواطنون على مستشفى مليوس بالدار البيضاء لأخذ صور تذكارية.
بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي يستهترون بخطورة الوباء رغم الإصابات والوفيات اليومية. مع التخفيف الأول والثاني والثالث بأن الفيروس مشى، بالعكس الإجراء ديال التخفيف لا يعني بأن الفيروس مشى، باقي الفيروس معنا، باقي حاضر معنا، وخصوصا في هذه الأيام التي تشهد بعض الاحتفال بمناسبات مثلا بعيد الأضحى. رغم الحملات المكثفة التي قامت بها الدولة للتحسيس والتوعية وحملات التشديد لامتثال الحجر الصحي ومعاقبة مروجي الأخبار الزائفة، بينما بعض المواطنين غير واعين بما يقومون به في الشارع العام حماية لأنفسهم وللآخرين. للأسف اللي كيبان لنا حنايا بان الناس ما عارفينش بان كاين مجموعة من الناس اللي متواجدين اليوم في لا ريانيماسيون، وبنا هما واقفين ما بين الحياة والموت. فالله يعطيكم السر، حنا هذا هو الطلب اللي كاين اليوم، ان الناس خصهم مازال ياخذوا الاحتياطات ديالهم، خاصنا نحدوا من تفشي هذا الوباء هذا، دونك نبقاو محافظين على الاحتياطات ديالنا باش حتى واحد من العائلات ديالنا ما لقاوه غدا ولا بعد غدا، لقاوه الله يسر في لا ريانيماسيون. يحدث هذا في الوقت الذي يتخذ فيه عدد الوفيات منحا تصاعديا وسط استهتار البعض كأن شيئا لم يقع. نهضر معكم بالدومين ديال الكره، فريق المغرب الفاسي المكونات ديالو تصابوا مجموعه منهم بهذا المرض هذا، كنتمنوا لهم الشفاء. كيف ما انا راني خايف على عائلتي خصني نخاف عليكم، كيف ما انت خايف على راسك خاف على عائلتك. نديروا لكم ماما، ناخذوا الاحتياطات ديالنا اللازمه، ما تنساوش بلي راه جاي العيد، نبغيو نزوروا العائله ديالنا. الله يخليكم، الاحتياطات اللازمه، نفرح نهار ونبكي مده طويله ما كاينش لاش. فالبكاء لن يجدي نفعا بعد أن يكون الوباء قد نال من أقرب المقربين وهو يعاني على فراش الموت. كي اللي كيدخل الزحمة على الجاد بلا قياس، يمشي دار القيصرية دابا كتلقى البشر كله كيدور بلا كمامة. وي واحد كتلاقى معاه كتسلم عليه وهو دير لك كمامة له، تقدر تعادى منه ولا تعادي وليداتك. هاد بنادم ما كياخذش الحيضة والحضار. بنادم ما كي عنده هذا المرض هذا عادي. اللي عنده شي والديه عزاز عليه في هاد المناسبة إلا كانوا عزاز عليه فغيمون يحاول ما يمشيش لعندهم، وحتى لا قدر الله ضروري خاصو يمشي يحاول ياخذ لا بروتيكسيون ديالو، لي ماسك ولاو ضروريين. ونحن ننجز الروبورتاج عاين حالات عديدة تصول وتجول بدون كمامات، والصورة توضح بالملموس خرق القانون الصحي ومعه قانون السير، وهو سلوك ينم عن عقلية تصارع عوامل التحضر والامتثال للقوانين. ضمن سلسلة ربورتاجاتنا اليومية حول الإجراءات التي واكبت أزمة انتشار جائحة كوفيد-19، نتوقف اليوم عند خطة دعم الأسر المغربية والتي تأثرت بتداعيات هذه الأزمة، حيث أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية إجراء يروم تخصيص الدعم المالي سواء للأسر التي